الحمد لله، الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر المحجلين، وعنا معهم بفضلك ومنك إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث المتفق عليه حدث النبي عليه الصلاة والسلام فقال: بينما امرأة ترضع وليدا لها، إذ مر رجل حسن الهيئة عظيم الشارة، يعني جميل المنظر عظيم المركب، فقالت الأم المرضع: ربي اللهم اجعل ابني مثل هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: فترك الصبي ثدي أمه وأنطقه الله في مهده، فقال الصبي: ربي اللهم لا تجعلني مثل هذا. وعاد الصبي مرة أخرى يمص ثدي أمه، ومص النبي عليه الصلاة والسلام إصبعه السبابة يحكي حالة الصبي، ثم مر بفتاة تسحب في الطريق، الناس تقول سرقت وزنت، وهي ترد عليهم قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم المرضع: ربي اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك الصبي ثدي أمه مرة أخرى وأنطقه الله في مهده، فقال الصبي في مهده: ربي اللهم اجعلني مثل هذه. فتعجب الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما حسن الهيئة وعظيم الشارة فقد كتب عند الله من الجبارين، مكتوب من الجبارين المتكبرين. أما التي قيل عنها سرقت وزنت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا هي سرقت ولا هي زنت، بل هي العبدة الصالحة. مقاصد هذا الحديث العظيم، أول مقاصده وفوائده، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الرجال لا تقاس بالأشكال ولا تقاس بالأسماء ولا بالألقاب، إنما يقاس الرجال حيث أخلاقهم ودينهم وسلامة صدورهم وبذلهم وإحسانهم للمسلمين، هكذا تقاس الرجال. ليس الجمال بمئزر، فافهم وإن رديت بردا، إن الجمال فعائل يكسبن ذاك الفتى حمدا. بينما النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح جالسا مع أصحابه حول شجرة، وكان بينهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وكان رضي الله عنه خفيف الجسد دقيق الساقين، فصعد على الشجرة فلعل ريحا هبت فكشفت عن ساقيه الدقيقتين رضي الله عنه، فضحك الصحابة أو تعجبوا، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ انظر ماذا نقلهم النبي عليه الصلاة والسلام، نقل أصحابه ليخبرهم بأن مثاقيل الرجال ليست في أجسادها. قال: أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ ألا إنها لتزن عند الله يوم القيامة من الأعمال كجبل أحد. فإذا أقبل المسلم على نفسه فليقبل على الروح، قبل أن ينظف الجسد ويطيب الجسد يقبل على الروح، فقيمتك حيثما تحسن. أقبل على الروح، الأخلاق، اليقين، سلامة الصدر، حسن النية، التواضع، البشاشة، صدق الحديث،
صدق القلب. فليقبل المؤمن على روحه ويزكيها، وليدعو الله يزكيها فهو خير من زكاها. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أحسن إلى الناس تستعذب قلوبهم، فطالما استعذب الإنسان إحسانه. وإن هناك من عباد الله من اكتنزوا أخلاقا ودينا وعلما فلم يسأل الناس عن أسمائهم ولا ألقابهم، استغنوا عن كل هذه المزينات لما تزينوا بزينة الإيمان. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. فمن هذا الحديث الشريف يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الرجال تقاس بالأخلاق والدين لا بالأشكال. ومن مقاصد هذا الحديث أن هذه الأم المرضع اختارت لابنها صاحب الهيئة والشارة، ولكن الله اختار لها غير ذلك. أحياناً يا إخوان قد نسعى إلى محبوب نظنه محبوب، أو نرجو مرغوب نظن فيه الخير، وقد يصرفك الله عنه. عندها لا تحزن ولا تسخط، دع ربك يختار لك من المقادير، وارض بما قدر الله لك في جسدك، في أهلك، في مقاديرك، في مستقبلك، في مالك. فقد تتمنى محبوبا وقد ملئ شرا وأنت لا تدري، فلا تسخط حينها ولا تقل يا ليت، حك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فكل المقادير التي تأتي يرضى عنها العبد، وإن نقص شيئا من عمر أو مال أو صحة وكنت تريد مرغوبا فلم تصل إليه، فاعلم أنه من مقادير الله لك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا أراد الحياة المؤمن الحياة المطمئنة فليعش مع مقادير الله بالرضا. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. هكذا يعيش المؤمن في مقاديره مع ربه، راضيا بما قسم الله وبما اختاره الله له في هذه الحياة. هنا سيعيش مطمئنا بإذن الله ويعيش مرتاحا. فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانني الصبر والتثبيت والجلد، دعها سماوية تجري على قدر، لا تعترضها بأمر منك ينفسد. فحفني بخفي اللطف خالقنا، نعم المعين نعم المعين ونعم العون والمدد. فأسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من عباد الله المعتبرين ومن المتعظين، ونعوذ بالله وإياكم من حياة الغافلين. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، صيروها لجة واتخذوا صالح الأعمال صالح الأعمال فيها سفنا. أسأل الله عز وجل أن كما جمعنا وإياكم في بيت من بيوته أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين، رباه فاجمعنا بهم متقابلين على السرر في جنة الخلد، فلا صخب يحس ولا كدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.